خرج عدد معتبر من المواطنين خاصة يوم الجمعة الفارطة في مسيرات في العديد من مدن البلاد. ونذكر هنا أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون. والحمد لله كانت هذه المسيرة كلها سلمية، إلى أنه في نفس الوقت نناشد الجميع ومجتمعنا خاصة إلى اليقظة لسببين على الأقل. السبب الأول هو أن هذه النداءات تأتي من مصادر مجهولة، فقد آتت إلى حد الآن بنداءاتنا مسيرات سلمية، وقد تأتي غدا بنداءات ذات طابع آخر. والسبب الثاني الذي يجعلنا نناشد المواطنين إلى اليقظة هو التخوف من انزلاقات خطيرة، ولقد شاهدنا بالأمس عينة صغيرة من إمكانية الانزلاق بمناشدة التلاميذ للدخول كذلك في مسيرات. بنفس المناسبة أتوجه إلى قوات أمن البلاد بالتحية والتقدير على تجنيدها وحرفيتها في تسيير النظام العام بطرق سلمية كذلك. أما الآن فيما يتعلق بالرسائل التي جاءت بها هذه المظاهرات فأتقدم بتعليقين. التعليق الأول هو خاص بجزء من هذه الرسائل التي تتوجه للانتخابات الرئاسية، ونؤكد أن هذه الانتخابات ستجري في أقل من شهرين، وستكون مناسبة لشعبنا الأبي أن يختار بكل حرية وبكل سيادة. فنقول للجميع من حق أي كان الدفاع على أي مترشح يريد الدفاع عنه، ومن حق أي كان اعتراض أي مترشح يريد اعتراض ترشحه، إلا أنه يبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية وبطريقة متحضرة. واعتقد أن الجزائر بعد كل ما عاشته من آلام وكل ما مضت منه أو خلاله من إصلاحات وتطورات قد وصلت اليوم إلى إمكان الخيار بهدوء وبسلم وبطرق متحضرة هنا مثل باقي البلدان. تعليقي الثاني يتوجه لجزء ثاني من الرسائل التي جاءت من خلال هذه المسيرة، وهي رسائل تناشد إلى التغيير. فأذكر كلام جيت به منذ لحظات، أننا إذا كان موضوع تزكية الشعب على عزمه بتنظيم ندوة وطنية للإجماع لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، ندوة مفتوحة للجميع، ندوة مفتوحة على مناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثورة الوطنية والنظام الجمهوري للدولة. فهذه الندوة باب مفتوحة على الجميع من سياسيين وتنظيمات اجتماعية واقتصادية وكذا ممثلي الشباب، لكي يأتوا بما يريدون أتاء به لصنع التغيير في البلاد، حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذري. فبهذه الآفاق نناشد بعضنا البعض، ونحن كلنا أبناء شعب واحد، بعض منا في مسؤولية التسيير، بعض منا في حياة المواطن فقط، لكن كلنا قد نتفق قد نختلف، كلنا أبناء الجزائر. والجزائر عانت، والجزائر عرفت البكاء، عرفت الدموع، عرفت المأساة. فمن حقها اليوم، من حق كل الشعب الجزائري أن يعيش في السلم والاستقرار، وأن لا يفقد هذه الثمار اللي كلفت له الكثير واللي جاء فضل إرادته عندما أقر السلم والمصالحة الوطنية.
في هذا المفهوم نحن ديمقراطيين دولة وشعب. القانون يضمن حق المسيرات عندما تكون سلمية، وإن شاء الله أن يبقى التعبير عن الآراء سلمي، وأن تكون الديمقراطية الجزائرية المنتصر الأساسي. تحية الجزائر، شكرا لكم والسلام عليكم.